صباح الخير، واليوم 6 نوفمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. ومثل العادة رح نبدأ مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، انشغالك بعدة أمور بوقت واحد ممكن تسبب لك الكثير من المشاكل النفسية والإدارية، بالإضافة لعدم قدرتك على تحقيق التوازن المالي المطلوب. عاطفيا ما بيتفق عقلك مع قلبك على أي شيء بخص علاقتك مع الشريك، ومن المحتمل هيدا الوضع يوصل كل واحد فيكم لخلاف عاطفي صعب والنتائج لا تبدو مريحة. مولود برج الثور رح تبدأ بوظيفة جديدة على أمل تكون خطوة أمامية باتجاه نشاط مهني أفضل، ومن المحتمل تلاقي نفسك الآن بمكان عمل ما بينسجم أبدا مع مخططاتك السابقة. عاطفيا تغيير معاملتك مع الشريك رح تقربك مليون خطوة من مشاعره وحياته الخاصة باعتبارها هي الأساس بعلاقتك معه، بالإضافة لقرارات مالية جديدة تبدو مشغول بتفاصيلها. مولود برج الجوزاء، الفلك عم يتحدث عن معتقدات مهنية جديدة قد تكون على صلة مباشرة مع انتماءات خارجية، ومن المحتمل تخليك تركز على دورك المهني المرتبط فيها مباشرة. عاطفيا التفكير بأسباب مشكلتك مع الشريك رح تساعدك على صنع قرارات عاطفية سليمة بينك وبينه، فيما لو اعتمدت على الحلول الإنقاذية لتبسيط الأمور بيناتكم بشكل أفضل. مولود برج السرطان، تغييرات مهنية قادمة قد تكون مرتبطة بوظيفة مرتقبة أو بأمور تعليمية، ومن المحتمل تبدأ بشيء جديد بوقت قريب، بالإضافة لتركيزك الواضح على مستقبلك المالي بشكل خاص. عاطفيا تبدو بحاجة لتحديد مصيرك العاطفي مع الشريك بدل من ترك الوضع ما مفهوم بيناتكم، ونصيحتنا لك تهتم بسلامة استقرارك معه ولكن من غير ما تأذيه بأفكارك الوهمية. مولود برج الأسد، الفلك عم يتحدث عن خيار عمل إضافي ممكن تعتمد عليه بعملية التخفيف من حجم الضغوطات المالية يلي أصبحت عم تستنزف كل طاقتك النفسية. عاطفيا رح تعطي الشريك الوقت الكافي ليوافق على مواضيع تناقشتوا فيها بالسابق وبقيت معلقة بيناتكم بدون أي رد من عنده، بالإضافة إلى أنك ما زلت مردد بعملية الاستفسار عن الأمر ونتائجه المرتقبة. مولود برج العذراء، محطة جديدة بحياتك المهنية بتحمل معها توافق مشترك على أكثر من نشاط عمل سوا، ومن المحتمل هيدي الأجواء تسهل عليك عملية تحسين وضعك المالي بشكل أسرع. عاطفيا ترتيب وضعك العاطفي يعتبر من أول أولوياتك ومطالبك الحياتية، ورح تسعى لحل مشكلتك مع الشريك بلغة هو بيفهمها، قد تكون مرتبطة ببعض الإضافات الضرورية يلي بتطمنه نفسك. مولود الميزان، احتياجك لمدخول مالي ثابت أو جديد رح يخليك تفكر بعدة خيارات مهنية بوقت واحد، ومن المحتمل يجبرك تفكيرك هيدا على التواصل مع جهات خارجية باعتبارها هي الحل الأقوى لك ماديا. عاطفيا ما عم تعجبك تصرفات الشريك ولا عم ترضيك أبدا بالرغم من محاولاتك للفت نظره دايما، ومن المحتمل ما تتوصل لنتيجة بكيفية إقناعه للحد من هيدي السلوكيات. مولود العقرب، ابتدت تتوضح قدامك الأمور المرتبطة بوظيفتك الراهنة وإجراءاتها الإدارية، ولربما تحمل معها نوع من الدمج أو التغييرات يلي على صلة بوجوه جديدة جاهزين لمباشرة أعمالهم ضمن نفس محيطك الحالي. عاطفيا أنانية الشريك عم بتطمعوا فيك أكثر بشكل مخيف، ومن المحتمل تزعجك مطالبه المستمرة بحكم ظروفه الاقتصادية يلي ابتدت تمتص كل طاقتك المادية. مولود برج القوس، عم يتأثر وضعك النفسي بالتقلبات المهنية يلي عم تحصل فجأة قدامك بدون ما يكون عندك علم فيها، ومن المحتمل يتعمد أحد الزملاء لاستضعاف مواقفك أو حضورك المهني والاجتماعي بوقت واحد. عاطفيا تبدو غير قادر على حسم موقفك نهائيا تجاه الشريك بسبب التراكمات الخلافية اللي حصلت بينك وبينه طول الفترة السابقة يلي جمعتكم مع بعض. مولود برج الجدي،
نادي الفلك عم يتحدث عن خطة عمل مكتمل رأس مالها للآخر، ومن المحتمل تعطي الأولوية فيها لأي شخص مقرب منك قادر على أنه يغطي ما تبقى من الرأس مال المطلوب لتسهيل عملية تنفيذها على الأرض. عاطفيا عم بتمر بمواقف مشابهة بتخص علاقتك مع الشريك، ومن المحتمل هذا الوضع يخلي شريكك بالخط المخالف لمشاعره معك، فانتبه من ردة أفعالك معه. مولود برج الدلو تحول مهني جديد عم تترقب خطواته، رح يجبرك على متابعة كل التعليمات والتغييرات يلي عم ينحكى فيها، ومن المحتمل هيدا الشيء يخليك تفكر بكيفية التحرر من الخضوع المرتبط بوظيفتك الراهنة. عاطفيا انتبه من تكرار خلافاتك العاطفية مع الشريك على أبسط كلمة أو موقف عابر ممكن يحصل بينك وبينه، بالإضافة لرغبة بالسفر تبدو مهتم بإجراءاتها القانونية. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت تبدو مهتم بتطوير وضعك المهني والمالي بأسرع وقت، ومن المحتمل تشدك الأعمال المستقلة حتى لو كانت محكومة من ظروفها اليومية بكافة جوانبها الراهنة. عاطفيا خلافاتك مع الشريك عم بتعيد نفسها حرفيا، وتبدو غير قادر على احتواء أبعادها على المدى الطويل، ولكنك متخوف منها كتير. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. بتضلكم بألف خير، وباي باي.